فكره استخدام القسطره، احنا ليه بنستخدم قسطره؟ احنا بيهمنا ان احنا بعد ما بنخلص العمليه اللي بيكون عندنا قسطره للبول بتتحط طبعا بعد العمليه عشان البول يخرج منها وما يعديش على العمليه اللي احنا عاملينها، لان طبعا احنا عاملين عمليه ففيها خياطه. الخياطه دي طبعا بتبقى ليها طريقه معينه وبتبقى بخيوط رفيعه جدا، فيهمنا ان البول ما يعديش على العمليه بتاعتنا. صحيح في بعض الحالات عملت العمليه من غير ما تركب قسطره، ولكن دي في الحالات اللي هي الدرجه بتكون قريبه، يعني ممكن تكون المسافه ما بين فتحه البول اللي مش طبيعيه للمكان اللي احنا عايزين نعمله مسافه صغيره جدا، فهنا العمليه مجرد عباره عن كام غرزه بسيطه، فسهل جدا ان احنا ما نركبش القسطره، ولكن دي في الدرجات البسيطه جدا. لكن في الغالب بنحتاج ان احنا نحط القسطره البول عشان نحمي الغرز بتاعتنا والعمليه.